وأرجو جماهيرنا ومشاهدينا ومشتركينا لا تكونوا ملوك أكثر من الملوك ولا تتحمسوا أكثر من أبناء البلد. يعني نشوف أنا في ردود وهي تغريدات كلنا إنجليز وكلنا فرنسيين وكلنا ألمان ونحن طليان والآخر ولا أسباني. أنت عربي ابن عربي ابن بادية وابن الصحراء وبكل افتخار نعشق منتخبات ولكن لا أبكي لمنتخب غير منتخب بلادي وخلاف منتخب النصور. لو أنت أيضا تتحمس تتفرج تريد المكسب لكن إنجلترا لها الإنجليز والألمان لهم الألمان والطليان يمثلهم طليان ونحن نمثل مجموعة أخرى من الأوطان. هل وصلت رسالتي أم لا؟ قد يغضب كثيرين ولكن هذا هو الواقع. الحقيقة تؤلم وأنا تعودت أن أمشي في الطريق الصحيح. السلام عليكم الخوص، مرحبا بكم في الحلقة الرابعة من سلسلة ديالنا إنشاء فريق عربي بلاعبين ديال العرب في الدوري الإنجليزي. فقبل كل شيء الدراري شكرا لكم الخوت على 10,000 متابع، شكرا لكم من القلب لأي واحد الدراري ساهم في هذا الإنجاز هذا من قريب ولا بعيد. فشكرا لكم الدراري على الدعم ديالكم متواصل في هذه القناة سادي على كل فيديوهات اللي كينزلوا في هذه القناة. فبلا ما نطول عليكم كثار الدراري اللي مازال ما مشترك يشترك معنا وخليونا نوصلوا 11,000 كان الدراري على قريب إن شاء الله. فخليوا معكم شي لايك وخليونا ندخلوا دريكس الفيديو. قبل ما نبداو الدراري غنطلعوا التعليق ديالكم عندنا ديديكاس ديال مالك اذا اهداف بيس ديديكاس لك وشكرا للدعم. وهنا عندنا ديديكاس ديال عادل ديديكاس لك وشكرا للدعم كذلك. وعندنا ديديكاس ديال يوسف اذا ديديكاس لك وشكرا للدعم في هذا التعليق هذا. وعندنا ديديكاس ديال مرتكا اذا ديديكاس لك وشكرا للدعم. وعندنا كذلك الخوت هنا ديديكاس ديال ايوب هاورس اذا ديديكاس لك وشكرا للدعم. وهنا عندنا ديديكاس ديال زويتا اف اف اذا ديديكاس لك. واي واحد الخوت بغى يطلع يخلي لي التعليق ديالو ففي كل فيديو الدراري كنطلع 6 تعليق الاولى على الخوت. اذا كما كنشوفوا الدراري توقفنا هنا في مباراه ديال ليدز في الدوري الانجليزي الجوله 15 الخوت. غنشوفوا الترتيب كما كتشوفوا الخوت حنا في المركز الثاني والمركز الاول مانشستر سيتي الفرق 5 نقاط الدراري. في هذه الحلقه هذه الدراري خصنا نكونوا حنا في المركز الاول. اذا كما كنشوفوا الخوت الجدول المباريات اللي عندنا الدراري غنبداو المباراه ديالنا الاولى مع ليدز، من بعد الدراري عندنا واتفورد، من بعد الخوت عندنا ماتش مهم امام مانشستر يونايتد الخوت، من بعد عندنا المباراه ديال سوتهامبتون الدراري، وعندنا المباراه ديال برايتون الدراري، وعندنا المباراه ديال مانشستر سيتي اللي غتحددنا الصداره ديال الدوري الانجليزي. اذا كما كنشوفوا الخوت من بعد لعبوا مباراه ديال استون فيلا، وعندنا مباراه اللي غتكون مهمه كذلك امام ليفربول. وغنتوقفوا هنا الخوت في الحلقه المقبله ان شاء الله غنكملوا الدراري على السلسله. اذا كما كنشوفوا الخوت لائحه اللاعبين اللي حدنا اللي عندنا اللي حدي الان الدراري، عندنا الخوت بونو في الحراسة، عندنا مبولحي الحارس الثاني، عندنا الرامي بن سبعيني الدراري، عندنا الرومان سايز، عندنا حجازي، وعندنا نايف أكرادا الدراري كما كنشوفوا الخوت في الدفاع، وعندنا كذلك أشرف حكيمي، وعندنا يوسف عطال الخوت، وعندنا محمد النيني، وعندنا أمرابس الخوت، وعندنا بوفال كما كنشوفوا الدراري، وعندنا نعيم سليتي الخوت، وعندنا فهد المولد، وعندنا سفيان الرحيمي الدراري كما كنشوفوا، وعندنا كذلك سلمان الفرج الخوت لاعب المنتخب السعودي، وعندنا هنا الدراري بن ناصر، وعندنا يوسف يونس بالهنده، وعندنا حنانبر المجبري الخوت، وعندنا يوسف ماشانغاما اللاعب ديال جزر القمر، وعندنا كذلك تريزيغي الدراري لاعب المنتخب المصري، وعندنا كذلك محمد صلاح، وهنا الخوت رياض محرز الدراري، وعندنا كذلك في رؤوس الحربة الخوت عندنا وهبي الخزري كما كنشوفوا الخوت، وعندنا يوسف النصيري اذا هذا هو يوسف النصيري، وعندنا كذلك هنايا الخوت الزلزولي الدراري عبد الصمد الزلزولي، وعندنا هنا مصطفى محمد الخوت، وعندنا احمد عواد اللاعب الفلسطيني، وعندنا عمر السومه الدراري راس الحرب المنتخب السوري، وعندنا حمد الله في الانتظار قدوم زياش الدراري باش نكملوا التشكيله ديالنا ديال العرب اف سي. اذا الخوت غنمشيو مباشره للماتش ديالنا اللي عندنا مع ليدرز. اذا غنديروا التخطي الدراري ونشوفوا النتيجه. كما كنشوف الخوت غلبنا بجوج لصفر الدراري في الجوله 15 من الدوري الانجليزي وثلاثه نقاط مستحقه الخوت. اذا باش نصدروا في الدوري الانجليزي دابا الخوت غنمشيو نشوفوا الصداره الدراري. كما كنشوف مازال الفرق 5 نقاط بيننا وبين مانشستر سيتي. دابا الدراري مباراه واتفورد غنديروا التخطي ونشوفوا النتيجه. للاسف الخوت خسرنا 3-2 ضيعنا 3 نقاط جديده الدراري، غيتسع الفرق ما بين العرب اف سي ومانشستر سيتي.
اذا كما كنشوفوا الخوت الترتيب رجع هنا الخوت الفرق النقاط رجع 8، اذا 8 الدراري نحاولوا الخوت ما تكونش الخساره من هنا الفوق باش نبقاو الخوت نطلعوا للصدر الدوري الانجليزي. اذا اراب اف سي مانشستر يونايتد غنديروا ديريكت على الخوت ركلات البدايه. I'm Derek Ray, perched here on the commentary gantry, and sitting alongside me to provide expert analysis is Stuart Robson. And we've got Premier. إذا مانشستر الخوت غنبداو بهاد التشكيلة هادي، عندنا بونو في الحراسة، عندنا حكيمي، عندنا سيس، عندنا حجازي، عندنا عطال، عندنا بوفال، عندنا نيني بالهند الدرا في وسط الميدان، عندنا محرز حمد الله وصلاح الخوت. إذا هذه هي التشكيلة اللي غنلعبوا بها أمام مانشستر يونايتد الشياطين الحمر الخوت. إذا كتنتقل الكرة عند هنا حمد الله مرة أخرى، هنا محرز الله مرة أخرى يا السايس يا التيكي تاكا ديال الأراب إف سي. نحاولوا الخوت ما نخسروش الدراري في الجولات المقبلة إن شاء الله في الدوري الإنجليزي. إذا هذه الكرة مرة أخرى بالهندا، يلا بالهندا تلقى الكرة لمحمد صلاح مرة أخرى، يلا حمد الله كيتلقى باس لكن خطأ الدراري وكترجع الكرة لمانشستر يونايتد. إذا كرة للشياطين الحمر، يلا نبقاو ضاغطين واحد واحد يكالي واحد يكالي، ما يمرش ما يمرش ما يمرش ما يمرش. مرة أخرى الدفاع الدفاع، يلا عطال عطال ضاعت عليك هذه الكرة هذه. إذا لا زالت مانشستر يونايتد هذا دوم فلتونا الخوت من البداية. إذا ضاعت، يلا هذه كرة مرة أخرى للمانشستر، نحاولوا الدراري نجيبوا الهدف الأول لمالا نكون حنا السباقين بالتسجيل. يلا محمد صلاح كيرفع كرة ولا أحد، مرة أخرى حمد الله محرز الدراري والهدف الاول. اذا 1-0 الدراري، رياض محرز كيفتتح باب تشيل الخوت امام مانشستر يونايتد. اذا الشياطين الحمر 1-0 لاراب اف سي. يلا يا اشرف كيمر من الاول، يلا يا اشرف، يلا يا اشرف حط يا اشرف، هدف عالمي الخوت، هدف عالمي لاشرف حكيمي. اذا الهدف الثاني الدراري لاشرف حكيمي الخوت ولاراب اف سي على الشياطين الحمر. هل الهدف هذا الخوت فكرني على الهدف اللي ماركا على روما الدراري الانتر وروما ملي كانوا لاعبين الماتش الخوت الدوري الايطالي، وماركا اشرف حكيمي نفس الهدف الدراري اللي هو هذا هدف ولا اروع الخوت، ضربات في العريضه ودخلت هذه الكره هذه لاشرف حكيمي، هدف عالمي. هذه كره لرونالدو مره اخرى، ما يمرش ما يمرش امام السايس لانفراد، لكن بونو بونو كيخرج وكيلتصق في هذه الكره هذه وضاعت. لكن بونو الخوت كيتدخل وكيجبد هذه الكره هذه. يلا مرة أخرى، يلا رياض، يلا يا رياض، يلا يا رياض يا محرز، بغينا الهدف الثالث الخطوة اللي هو المهمة من هذه النقطة هذه. يلا مرة أخرى، لا لا أشرف حكيمي، أشرف حكيمي لكن من قاسية ضاعت الحمد لله، كترجع كرة مرة أخرى. يلا هذه كرة أشرف حكيمي كيخرج باس لبوفال، يا لبوفال كيمر من الأول كيطلق باس، يلا محرز محرز مرة أخرى، محرز مازال كيحسب هذه الكرة هذه، يلا لكن خطأ الدراري كيحتسبوا الحكم في الدقيقة 99 الدراري على مانشستر يونايتد. إذا خطأ لأراب إف سي. يلا محمد صلاح نحاولوا نحطوا هذه الكرة هذه الدراري في 90 هنا لمحمد صلاح، يلا محمد صلاح من بعيد ضربت في العارضة الخطو ضاعت. إذا هذه كرة للمانشستر يونايتد، ما يمرش ما يمرش يا سايس يا حجازي، فتحوا له المجال الخوت ومارك علينا الهدف وصبحت النتيجة 2-1 الدراري، قلصوا الفريق. إذا مانشستر يونايتد قلصوا الفريق وصبحت النتيجة 2-1. يلا محمد صلاح، محمد صلاح والهربة، محمد صلاح والهربة، بغينا الثالثة الدراري نأمنوا ثلاثة نقاط يا صلاح يا معلم. إذا الخوت الهدف الثالث صبحت النتيجة 3-1 على الشياطين الحمر الدراري مانشستر يونايتد. إذا 3-1 الخوت، محمد صلاح هو اللي كيمارك الهدف الثالث. إذا هذه كرة مرة أخرى لمانشستر، ما بقى والو الدراري، صالة الماتش وثلاثة نقاط مأمنة الخوت بالنتيجة 3-1 أمام الشياطين الحمر. هنا رونالدو الدون الدون كيطلق باس مرة أخرى، يلا ما يمرش ما يمرش يا حجازي، السايس كيقطع هذه الكرة هذه مرة أخرى بوفال، وصالة الماتش الدراري ثلاثة نقاط جديدة في الدوري الإنجليزي، صالة الماتش الدراري وغلبنا 3-1 أمام مانشستر يونايتد. إذا الخوت ثلاثة نقاط جديدة في الدوري الإنجليزي الجولة 17. إذا هنا كما كنشوفوا الخوت بالنسبة للترتيب الدراري غنشوفوا هكا. إذا بالنسبة للترتيب الخوت حنا كما كنشوفوا باقي الفرق ديال 8 نقاط، حنا في المركز الثاني ب 37 نقطة. دابا عندنا مباراة مع توتنهامبتون وغنتخطوا هذه المباراة هذه.
غلبنا الدراري ب 3-0 في الجوله 18. الدراري كما كنشوفوا الدراري حنا في المركز الاول الثاني عفوا، والفرق سبع خمسة النقاط. خسرت المانشستر يونايتد الدراري، وعنا دابا عندنا الدراري مباراه مع برايتون الخوت، وغنتخطوا هذه المباراه هذه ونشوفوا النتيجه فقط. اذا غلبنا كذلك ب 3-0 في الجوله 19 من الدوري الانجليزي. غنشوفوا الدراري دابا الترتيب، اذا غنشوفوا الترتيب الخوت صبحت الفرق ديال جوج نقاط الدراري، وعندنا المباراه مع المانشستر سيتي. اذا هذا الماتش هذا يتعتبر الدراري الا غلبنا غتصدروا الدوري الانجليزي. اذا ندخلوا مباشره لهذا الماتش هذا اللي كيجمعنا مع مانشستر سيتي الخوت. اذا غنمشيو ديريكت ركلات البدايه مباشره. But an exciting match in prospect nonetheless. I'm Derek Ray, and sharing commentary with me, as usual, is Stuart Robson. And we've got... خوت بالنسبة ديال التشكيلة الأرب إف سي غندخلو بهاد التشكيلة. كاين بونو في الحراسة، كاين حكيمي سايس، عندنا بالانتي يا الدراري غنخرجوه، وعندنا حجازي يا الدراري، عندنا بوفال، عندنا نيني يا الدراري بالهندا، محرز، حمد الله، وصلاح. إذا هذه هي التشكيلة باش غنلعبوها الدراري، وغنخرجو بالتي يا الدراري الرقم ديالو 37، وندخلو نايف أكراد الدراري. إذا كتلقى كرة لمانشستر سيتي مرة أخرى نحاولو نبقاو ضاغطين. يلا هذه كرة إلا زالت للسيتي، يلا بالهندا مره اخرى يا عرب اف سي، يلا بوفال بوفال، لازال الضغط لمانشستر سيتي يا الدراري. يلا مره اخرى واحد يقطع كره معلم يا حمد الله، مره اخرى هذا نيني نيني ضاعت عليك هذه الكره هذه، وكترجع لدي بروين مره اخرى، وهجمه مرتده للسيتي. هذه صعيبه الدراري، ما يمرش ما يمرش شيفشينكو ما يمرش. يلا هنا الدفاع الدراري عندنا ضعيف مره اخرى، لكن بونو ومره اخرى هذا نيني كيخرج باس لبوفال بوفال، كترجع كره لمانشستر سيتي الخوت. وهذه كرة لكن بونو كيلتقط بهذ الكرة هذي. إذا غنديرو التغيير الخوت، وغندخلو نايف أكراد، عندنا الدفاع الدراري ضعيف. إذا غنخرجو الدفاع هذا بالانتا الدراري هو هذا الدقة 85، وغندخلو نايف أكراد اللي هو هذا الدراري. إذا نايف أكراد غيدخل مباشرة. إذا هنا غنخد دخول ديال نايف أكراد الدراري من بداية المباراة. إذا بالانت كيخرج، إذا غندخلو نايف أكراد. اذا هنا كره لاراب اف سي، يلا بوفال هذا الماتش هذا اللي كيتعتبر الخوت الى غلبنا غنصدروا الدوري الانجليزي. يلا حمد الله مره اخرى بالهندا بالهندا بالهندا، كيخرج باس لحمد الله، حمد الله من بعيد، لكن تالق ايدرسون وضعت على حمد الله، وضعت على اراب اف سي. يلا يا حكيمي الخوت، كنا غنديروا الاعاده ديال الهدف، لكن ضعت هنا ورقه صفر الخوت لبرناردو سيلفا على الخطا اللي ارتكب على اشرف حكيمي. اذا هذه كره مره اخرى لمانشستر سيتي الدراري. يلا ما غلفولناش بالهدف الاول، وبونو الدراري بونو كيلتقط هذه الكره هذه وضعت. هذه هجمه للسيتي، يلا نحاولوا الدراري ما يجيبوش علينا الهدف الخوت. إلا غلبنا هذا الماتش هذا غنتصدروا الدوري الإنجليزي. يلا خرج كرة يا نيني، نيني كيخرج كرة طويلة. يلا هذا بلندا يا بلندا، وضعت عليك كترجع عليه السيتي. لا زال الضغط لمانشستر سيتي مرة أخرى. يلا يا سايس سايس، حاول تقطع هذه الكرة هذه. لا زال فرناندينيو كيخرج باس، هذه صعيبة. بونو الخوت كيلتقط وكيجبد هذه الكرة هذه، وضعت على مانشستر سيتي. يلا مرة أخرى هذا محرز، يلا يا محرز يلا محرز، بغينا الهدف الاول بغينا الهدف الاول، يلا يا محرز. والمتابعه ديال صلاح والهدف، لكن للاسف الخوت على ما اظن هنا موقع متسلل للدراري، وضعت على محمد صلاح. اذا ضاعت هذه الركله هذه. يلا اشرف حكيمي، اشرف حكيمي مازال كيحصل بهذ الكره هذه. يلا اشرف، يلا مره اخرى هذا محرز، يلا محرز بغينا الهدف الدراري في الدقيقه الاخيره. يلا محرز كيخرج باس، يلا بوفال بوفال الدراري، والهدف الخوت، الهدف قاتل في الدقيقة 82 الدراري، وهذا الهدف هذا اللي غيحسم لنا الصدارة ديال الدوري الإنجليزي. إذا بوفال الدقيقة 82 تمكنا باش نماركو الهدف الأول على مانشستر سيتي الخوت، بعدها طيلة المعاناة الدراري مع مانشستر سيتي. إذا هذه كرة لمانشستر سيتي الخوت الدقيقة الأخيرة، كانوا يجيبوا علينا التعادل لولا تألق ديال بونو. إذا هنا الركنية وآخر ركنية الدراري غتكون في هذا الماتش هذا. يلا ما يماركوش علينا الهدف التعادل، خرج خرج مناطق الدفاع.
يلا مره اخرى لازالت لي السيتي وصل الماتش الدراري وحسمنا 3 النقاط امام مانشستر سيتي، وهذا يعني الدراري غنتصدروا الدوري الانجليزي مع اراب اف سي. اذا صل الماتش الخوت بنتيجه ديال 1-0 الخوت. اذا انديرو تسخطي. اذا الخوت دابا عندنا مباراه مع استون فيلا. كما كتشوفوا الدراري احنا في المركز الاول حاليا الدراري في الجوله 20 والفرق نقطه واحده فقط على مانشستر سيتي. اذا غندخلوا بالمباراه ديال استون فيلا وغنديروا تسخطي لهاد المباراه دي. اذا الدراري غلبنا بواحد لصفر وغنبقاو في الصداره ديال الدوري الانجليزي، وصلاح هو اللي ماركا هذا الهدف هذا الخوت الدقيقه 36 على استون فيلا. دابا الدراري عندنا مباراه في كاس الامارات الدراري، وغنديروا تخطي لهذه المباراه هذه. اذا غلبنا الخوت بجوج لواحد وتاهلنا مباشره الدراري في كاس الامارات الى مباراه الربع. اذا غنديروا تخطي ونمشيو المباراه. دابا الخوت عندنا مباراه مع ليفربول كما كتشوفوا الجوله 21، حنا في المركز الاول فرق نقطه على مانشستر سيتي، ودابا عندنا مباراه مع ليفربول الدراري وما خصناش نزقلوا الدراري النقط ديال ليفربول. اذا ليفربول واراب اف سي ركله البدايه. I'm Derek Ray, and sharing commentary with me, as usual, is Stuart Robson. I'm very much looking forward to bringing you action from the Premier League. It is Liverpool versus... اذا الخوت التشكيله باش غندخلوا، كاين هنا بونو والخوت في الحراسه، عندنا حكيمي، عندنا سايس، عندنا حجازي، عندنا عطال، وعندنا كذلك بوفال الخوت، عندنا نيني، عندنا بلهنده، وعندنا محرز، عندنا حمد الله وصلاح في الهجوم الخوت. اذا هذه هي التشكيله اللي غنلعبوا بها مع ليفربول الخوت في الملعب ديال انفريد الدراري. لاعبين خارج ديال خصنا نحققوا 3 نقاط باش نبقاو في الدوري الانجليزي في المركز الاول. اذا هذا هو اراب اف سي الخوت. اذا كتطلق هنا الكره لليفربول وهنا الخوت، احنا لاعبين في ملعب انفريد الدراري، هو الملعب انفريد اللي تخلى الخوت لهذا الملعب هذا، يا اما كيخرج الخوت خاسر ولا متعادل، لكن احنا الدراري غنجيبوا الفوز في هذا الماتش هذا امام ليفربول. اذا هذه الكره مره اخرى ماني ما يمرش يا اشرف حكيمي، وين السرعه يا اشرف؟ يلا يا اشرف حاول ضغط يا اشرف. مره اخرى هذه لازالت لليفربول، مازال الضغط الدراري فيرمينيو. مره اخرى حاول واحد يقطع معلم يا حجازي، يا سلام عليك يا نيني، نيني كيخرج باس لبوفال، بوفال مرة أخرى، يلا محرز، محرز كيخرج أسيست لحمد الله مرة أخرى، هذا نيني، نيني كيخرج باس لمحمد صلاح، محمد صلاح، نحاولوا ندخلوا هذه الكرة هذه، والرأسية ديال محرز والهدف الأول الخوت من البداية. إذا 1-0 الدراري على ليفربول في ملعب أنفريد، وأي بداية الخوت في 8 دقائق تمكننا باش نماركيو على ليفربول، ومحرز بالرأسية الدراري 1-0 صبحت النتيجة على ليفربول في دقيقة 8 فقط. إذا هذا هو الهدف الدراري الارتقاء أمام الخوت لوريس. إذا هذا هو محرز الدراري 1-0 الأراب إف سي. إذا أنا كرة لماني، ماني ما يجيبوش علينا التعادل، يلا خرج كرة، بونو كيخرج مرة أخرى، لازال الضغط، يلا أشرف حكيم الرأسية كترجع لازال سي ليفربول، يلا واحد يخرج كرة، وبونو والدراري كيلتقط بالكرة هذه وضاعت، هذه صعيبة الدراري ليفربول مرة أخرى، هذا ماني، ماني ما يمرش يا سايس، يا سايس، يا سايس، وسلامة الدراري على بونو ضاعت، يلا يا سايس حاول تقطع هذه الكرة هذه. لازالت الدراري هجمه لليفربول، دقيقه 40 الخوت خرج كره يا حجازي، وفيرمينيو الدراري والراسيه، لكن بونو بالمرصاد وضاعت، يلا محرز، محرز والانطلاقه، محرز نحاولوا نزيدوا في السرعه يا محرز، يلا يا محرز نحاولوا نحطوا الهدف الاول الدراري، الهدف الثاني عفوا. اذا هذا محرز الخوت، لكن اليسون الخوت اليسون المتابعه، لكن ضاعت على اراب اف سي. هذا ماني مرة أخرى، يلا ما يمرش خرج كرة، حجازي مرة أخرى كترجع كرة لليفربول، وللأسف جابوا علينا الهدف تعادل الخوت. إذا 1-1 زربوا علينا بهدف التعادل، وهذا تياغو هو اللي كيماركي هذا الهدف هذا 1-1. هذه كرة مرة أخرى بلاندا كيخرج باس، يلا مراقب بوهال، يلا محرز كيخرج اسيست حمد الله الدراري، والهدف الثاني. اذا 2-1 الخوت، دابا ما خصناش يرجعوا معنا الدراري في النتيجة. اذا هذا هو حمد الله الخوت والهدف الثاني لاراب اف سي على ليفربول.
إذن هذه كرة من أخرى لأراب إف سي. يا الله محرز 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 كيخرج كرة مقاسية دراري ديال حمد الله، للأسف ضاعت الكرة ديال حمد الله. إذن مقاسية اللي كان ديال حمد الله يا ديال دراري كان غيكون هدف عالمي لولا تألق ديال الحارس أليسون دراري، وضاعت على أراب إف سي. إذن هذه كرة أخيرة، يا الله محرز يا الله يا محرز والهربة، يا الله يا محرز والهربة. بغينا شي واحد يخرج يا محمد صلاح، لكن الدفاع ديال ليفربول كيخرج هذه الكرة هذه. إذن ما بقى والو الدراري، سال الماتش وسال الماتش الخوت، ثلاثة نقاط بكل صعوبة الدراري في ملعب ديال أنفريد أمام ليفربول. إذن ثلاثة نقاط جديدة في الدوري الإنجليزي الخوت. إذن هذا هو محمد صلاح وأراب إف سي، ثلاثة نقاط جديدة على ليفربول. إذن الخوت بالنسبة للترتيب ديال الدوري، هنا في المركز الاول الخوت عندنا 52 نقطه، المركز الثاني للمانشستر سيتي 51 نقطه، المركز الثالث لمانشستر يونايتد 46 نقطه. اذا فرق نقطه واحده فقط للجوله 22. هاد الجولات اللي ما جينا الخوت ما حصلناش نخسروا اي مباراه الخوت باش نبقاو في الصداره ديال الدوري. اذا الدراري كما كنشوف الخوت في المباراه المقبله ان شاء الله غيكون مباراه امام ويلفير هامسون الدراري، لكن نتوقف الفيديو ديالي هنايا. فشكرا لكم من المشاهده ديالكم، الا بغيتوا شي لاعب اخر ولا شي صفقه اخرى خليوها لي في التعليق باش نجيبوها لاراب اف سي. فتحياتي لكم، تهلاو.